بريطانيا تفعل قانونا يجرم من يخوض القتال في الصراعات المسلحة، وتهدد بسحب جوازات مواطنيها مزدوجي الجنسية. السعودية تحذو حذوها وتسن قانونا جديدا يجرم المشاركة في القتال خارج الدولة. روسيا تفرض عقوبة السجن مدى الحياة لمن يثبت تورطه فيما تسميه الإرهاب. لتلك الدول رؤى متباينة بشأن الأزمة السورية مثلا، لكنها تتفق على ما تصفه بمكافحة الإرهاب. لكن الإرهاب الذي طالما اختلفت في تعريفه الدول والمنظمات بات أكثر تعقيدا. تسييس الإرهاب لمصالح الدول كانت قضية أساسية لدى منظمات حقوق الإنسان بعد 11 من سبتمبر عام 2001. أيضا بنية المنضوين تحت هذا التصنيف تغيرت أيضا، ففي السبعينيات كانت الحركات اليسارية والقومية توسم بالإرهاب، وبعدها برز الجهاديون. هناك ثلاثة تغيرات فيما يتعلق بالإرهاب. أولا، لم تعد المنظمات الإرهابية ذات بنية واضحة، ولم تعد منظمات عسكرية، بل عبارة عن مجموعة من الناس الذين يعرفون بعضهم البعض ويتحركون على هذا الأساس. ثانيا، رأينا هجمات أكثر ضد المدنيين. في السابق كان الإرهابيون يسعون إلى إيصال رسائل محددة، لكن ليس قتل المدنيين. ثالثا، رأينا منظمات تربط نفسها بأيديولوجية دينية، عكس السائد في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي حين كانت المنظمات ماركسية أو قومية. والآن مجموعات من طوائف وإيديولوجيات مختلفة تشارك القتال في سوريا، لكن تصنيفات الدول لهم تتباين وفقا لمصالحها. لا يكاد يخلو يوم في العاصمة البريطانية هنا لندن دون الحديث عن التداعيات المحتملة لذهاب البريطانيين للقتال في سوريا، فموضوع الإرهاب بات على رأس الأجندات الدولية في كل محفل، لكن تعريفه ما زال مهب مصالح دولية مختلف عليها. مراد بطل الشيشاني، بي بي سي من لندن.